السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا هتكلم أيضا عن شيء حصل لي وأنا أعتقد في إعدادي أو سنة أولى في كلية الطب في جامعة الأزهر. وهي القصة، كنا بنركب من عندنا حاجة اسمها ترولي باص، اللي هو الأوتوبيس اللي عليه اللي بيمشي بالكهرباء. وكنا في منطقة دايما الأوتوبيس ده بيطلع في المنطقة دي، شابة صغيرة في أعتقد في الثانوي، كنت أنا واحد من زملائي اسمه محمود بنركب الترولي ده نمشي هناك. كنا احنا مسميه، كناش نعرف اسمها ايه، كان اسمها فتاة الألف. طبعا محمود حصلت له قصة حب مع أحدة من البنات في كل في مدرسة ثانوي، وكانت يتيمة رحمة الله على والديهم، الأب والأم ماتوا، وكان بتربى مع عمتها أو حاجة زي كده. وأنا كنت معجب بهذه الفتاة لدرجة أنا كتبت قصة كنت مسميها فتاة الألف. كانت تطلع الفتاة وتشوفني وكذا وكذا، ما كنتش عندي القدرة على أن أنا أتكلم معها. وده كانت طريقة التربية اللي احنا تربينا فيها، أن احنا كنا عندنا خجل وعندنا حياء إلى آخره إلى آخره إلى آخره يعني. فكنت أنا ومحمود دايما، وتيجي الفتاة اللي كان معجب بيها دي اللي هي كان اسمها عبير، وتزوج منها يعني حاليا، وأعتقد عنده أولاد أو أطفال كتير جدا منها. أما أنا ففشلت في أن أنا أعمل علاقة أو حتى أتحدث ببنت شفاة لفتاة الألف. وكتبت فيها قصة كبيرة جدا، مش وللأسف القصة دي مش عندي، ولكن ده هذا جزء من شعور الإنسان بتحرك عواطفه تجاه الصنف أو الجنس الآخر في هذا الوقت. من كان ساعتها عندنا كام، حوالي يمكن 19 سنة 20 سنة حاجة زي كده، هو 20 سنة تقريبا، ولكن اللي هو الخجل والحياء وعدم الخبرة إلى آخره. وطبعا دي محمودة لكل الشباب اللي في سننا أنهم يتربوا هذه التربية الفاضلة، ولكن الآن رفع برقع الحياء عن الفتيات وعن الفتية كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.